فقرة الضيف، وضيفنا النهاردة حد عسل قوي، كوميديان قوي، فنان قوي، دمه خفيف قوي، هيقعد معانا وحنفصل على بعض وحنهبش بعض كده عشان هو شبهنا كده، كوميديان جامد. معانا ومعاكم عمرو العمروسي. مساء الخير، انا اسمي عمرو عمروسي، عندي جلبتين شلستون وعربتين جيلاتي في البنك، وربنا يسهل لعبيده والحلوه عندنا وربنا يسهل لنا، وبالصلاه على النبي كده بموت في الكتره سترة. وانا الناظر يا شويه مناظر، احيانا بشتغل نبطش وانا اصلا مبيض محاره، ودي اول مره اطلع في برنامج بعد مسرح مصر وارابيس جود تالنت ومسلسلين وحبه حاجات كده. برنامج نفسنا برنامج خفيف ظريف عفيف شريف لطيف، تحس كده اللي انت قاعد على الناصيه رايح تنجيد واحد صاحبك، رايح حنه واحد صاحبك، الدنيا بتبقى جميله يعني. قاعد الستات يقول لك ايه، ان خلص السمك من ميه اما تخلص الستات من نفسيه. ربنا ينور قلوبنا من غير اي نفسنا، وان شاء الله الحلقه تكون خفيفه ان شاء الله عليكم، وربنا يكرم ونكون خفيف على قلبكم ان شاء الله. عمروسي ولا العمروسي؟ لا عمرو عمروسي. طب لو سمحتي بقى شيل الف واللام. عمرو عمروسي. الله يرضيك يا رب. اقرب جود تالنت هو اللي فارق معاك ولا انت ايه حكايتك بقى؟ لا انا كنت في مسرح مصر قبل اربس جود تالنت، وبعدين روحت بقى اربس جود تالنت عشان اعمل رساله والوطن العربي بقى يشوفني، ويا ريتني ما كنت عملتها. ليه؟ القعدة في البيت حلوة. لا ليه؟ لا يعني تمام، مش أكيد بهزر يعني. كانت رسالة مختلفة وأنا كنت عامل عمق كده في التمثيل حبتين، والحمد لله الناس استقبلت الموضوع ده كويس، بس رفضوا اللي أنا أكمل في المسج دايما بقى. جينا في السيمي فاينال، إيه ده أنت هتعمل كده؟ قلت لهم آه، ده المسرح ده بتاع الوطن العربي، الناس تشوفني بقى. طب كنت بتعمل إيه؟ ورينا كده نشوف عندهم حق يقولوا لك ما تعملش ده ولا لا. لا انا عملت المشهد الاولاني اللي هو بتاع الوطن العربي ده، انا شفته. طب انا عايزه اشوفه، الناس ما عايزين حتى يعني عشان انا قاعد بس. طب التمثيل تقيل يعني. يعني حاجه كده مختلفه. ايوه على اميره جيها. واحدة على انتصار. ما بيتكسش كده. بصي بعيط وانت عمالة تقلشي. حرام عليك يا بدرية، جاب مركز. انا شفت ده، انا شفت. يا بدرية تسيب حد يركز؟ لا 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 معانا ما تركزش. حكينا بقى عن مسرح مصر، مسرح مصر وتجربتك مع استاذ اشرف عبد الباقي. مسرح مصر كنت عايش بجد اسعد ايام حياتي، وكانت الناس بتديني الطاقة دي والسكسي بقى، وانت عارفه يكون 1200 واحد قاعدين وانت بتضحك الناس طبعا. وبعد بقى ما رجعت من اربس جود تالنت، والله العظيم والله مش بقول كده وخلاص، كنت بخرج بره النص عشان اقول للناس شكرا، الناس تقوم تقف لمده دقيقه ونص مثلا تقعد تسقف حاجات في مسرح مصر. بعد الفيديوهات بتاعتك لما نزلت بعد وكده. الحاجات وبعدين قعدت اقول للناس شكرا جدا، بخرج بره العرض عشان اقول للناس اقعدوا شكرا. طب ما كملتش ليه؟ ارزاق بقى. طب ايه اللي حصل؟ قول ايه اللي حصل. لا مش رزاق. ايه بقى حكايه اللي قال ايه بتالف شعر كمان؟ ده منظر حد يالف شعر؟ لا ده احنا بنهرت الشعر يعني. بنهرت مش بنالف شعر. مش فرنجويده يعني. خلي بالك معايا. طب قول حاجه كده سمعني. مش كنت قاعد مع مروتي لحظه شروق الشمس، قلت لها جراند يا جراند، قلت لك الفا روميو ما تسوبيش العيال لوحدهم في البيت عشان ممكن واحد فيهم يمشي يفتح الشباك يقع سوبار ويتكسر، وكده تبقى كورسه، وكده ممكن يموت شاهين. قالت له طب كيا بونتو؟ طب شكي في حد فيرنا؟ قال لها هوندا ده الكلام؟ مش هقول لك كيا تاني، لو عملت كيا تاني هوديكي في ستروين داهيه. لا والله تسعة. زي ما يعني ليه ما طرقعتش؟ ما فرقعتش على طول يعني. والله انت ممكن بعد الحلقه تسلب كل المنتجين يا رجاله. لا انت طالع بالك قد ايه برضه يعني؟ برضه كملت 5 سنين. لا انا وصلت على فكره، عملت بطوله مسلسل بس لسه طالع قريب والعياذ بالله. وبعدين عملت مع مجلاء بدر، مجلاء طبعا حاجه جميله جدا، كان الاستاذ احمد عاطف،
والمنتج الجميل ممدوح شاهين. لا استنى، بس انت عايز طالع. انت عايز فرصه اكبر، انت عايز مساحه. وعملت مساحه في رمضان اللي فات بطوله في المسلسل برضو، اللهم اني صايم. عايز دور مختلف. بس على فكره هو صغير ادواره مختلفه. كبير ده، ده عيل. ده عيل، ده ما كملش 26 27 سنه. عندك كام سنه؟ يلا يا مسهل. ايه هو عايز دور الرقم زي كولومبيا كده ما يديكش حاجه. هو اي حاجه. لا بس هو هو عايز دور، عايز مساحه يعرف يبين فيها القدرات اللي عنده. طب احنا بعد مرحله النظافه اللي وصلنا لها مشينا من ارض اللواء ولا لسه محفورين هناك؟ لا لا لا، الجماليه بقى كنا قاعدين في والحمد لله بقى. يعني لما اتطورنا رحنا ارض اللواء؟ لا يعني جيت جنب الكومباوند، ما بقتش لسه في الكومباوند. العماير اللي جنب الكومباوند ده. طب ما تيجي نخش في اللغه اللي انت مخترعها. دي اخترع لغه؟ لا ده انت 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 يعني احكي لي على السيستم بتاع الاكل والشرب عشان اعرف عشان اقول منه. لازم لازم. ايه بقى اللغه دي؟ دي كرافت لارد ده نيس ريجي فرام لارج ده مان. طب انا عرفت كنت فاضي فاضي تقلش بقى في. لا ثواني يا بدرس، عايز الفرصه. لا عايز اسال، انا بساعدك وانت طول تمثل معايا. لا تخلي جرس اللي عمره ما رن، ده شرف ليا اللي انا قاعد جنبه. جرس اللي عمره ما رن. طب قول لي بجد، قول لي يا عمرو ايه، قول شويه من اللغه. ايه اللغه الغريبه دي؟ بص هقول لك على حاجه بمناسبه، قولها بثقه كده كانك اجنبي. يب يور لايك اند سبيكي فروم لايك اند هام اند ريدز اند ان اتس ريف لوريك ا بياني ان مير لايف ان اور. اوكي would have from a man I would recently spray framing the work camera lara the man silly the phone. طب ده سيبه لك بقى. لا كمل كمل، احكي لك انا حاسه ان انا بتفرج على قناه. كنا مره واحنا قشطه صغيرين شويه كده، صحابي دايما بيسوحوني، بقول لك يا عمرو حتى كنا في وادي الريان فيوم، سلام عليكم الحاجات دي. فروحنا وادي الريان واحنا ماشيين بقى في المغارات المايه والخوص والحاجات دي، فقالوا له هات امك يا عمرو اعمل لنا حاجه عشان خاطرنا، ده في واحده اجنبيه جايه علينا ايه وبتاع. قلت له يا جدعان بلاش يا جدعان، قالوا عشان خاطرنا احنا وهات امك لا تعمل كده. مثل يا ابني. قعدوا يقنعوني بقى وفعلا اقتنعت. قلت لهم كلكم استخبوا في الشجر وبتاع، فانا بقيت لوحدي. واو هي ريك رينج سلاج ان ويت لايك ان ذا برام. فهي عملت Oh my God! Lord, the Lord is the spirit of the Lord and water. How many words are there on the head? The spirit of the Lord. Get afraid of the Lord in the master. You're wrong. Okay? What do you want? Fucking the way the bronze in the way in the man. No, no, no. We get praying in the Lord and the spirit saying for a light in the moon, Lord. Situation. مو أنا بعمل كذا، لقيت عمالة تعمل لي كذا. والله العظيم أنا قلت الحمد لله تفهمني. يعني حتى ممكن للاجنبيه دي. هقول لك بس هتكلمك، ده انا اتكلم لك هندي بس استنى. وبعدين عملت ايه؟ صاحبتها على الهندي. بقى قعدت تقول لك كريدي بلانتس ان يدوز ويتس مارف لايك كان اون رايت الله يجيب برمان ويتس مارف لايك كريدي نور ذا ليز از مني ذس ويني نور ماو. انا مجنون. وهي عماله تعمل لي كده. ما هربتش مني. فانا طبعا اتخضيت فقلت يا نهار ابيض وحياه امك الحكومه بره. بقول لك انت عايز تروح على بيتك ولا عايز تروح في حته ثانيه؟ انا وحياه امك عشان خاطر انا خلاص عمال اتصرخ وبتاع. علمت عليك الناس. انا بهزر فافتكرت في الافلام الانجليش I'm so sorry. I'm so sorry okay. رجعنا نتكلم. I'm so sorry. I'm so sorry okay. Fun fun fun. I'm so sorry. Yeah okay. وايك فرينا والله الحمد لله. واللي طلعوا من الخص دول سابوه طبعا كلهم بقى واقعين بقى ضحك. طب اتكلم صعيدي. اتكلم صعيدي. طيب قال لك ايه؟ لابس الدلابيه الدديده على الدزمه الدديده. ونسمع سلام لدرده وده بدرده وسمعنا سلام دنا الهوا دنا وما داناش نعاود نديبه. طب عليك امال ايه؟ طيب تعرف المقاريد؟ تعرف المقاريد ولا ايه؟ بص لي كده ليه؟ عمرو هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل حلقتنا الجميله جدا، استنوا بعد الفاصل. كان العلم من فرحته يرقص على السار اللي شايله. ما رضيش اقول له ادخلك وادخلك، يقول لا. فين الشعر اللي تهمينك بيه؟ كده الناس شوفنا عادي بقى مش كده تانية بقى. كده بتجيب العالم على وشك. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معانا عمرو اللي هو تصنيف مجنون. ايوه. انا نفسي اعرف فين الشعر اللي تهمينك بيه؟ بيقول لك بيكتب شعر بيكتب شعر، فين الشعر؟ انا مش شفتش لا شعر ولا شفت انجليزي ولا شفت ما شفتش حاجه.
انا شايفه لك شعرايه مش شعر. يلا بينا. لا شعر ايه يعني؟ مفيش. عايزين اقول ايه؟ طب لا يعني قشطه باللزز يعني بناكل عيش باللزز. اه من انت؟ You're from hilarious. Yes, I know. بام بام. طب اعمل كده كانك في يعني في واحده قدامك وانت عايز تقنعها ان هي ترتبط بيك وهي هي رافضاك. اميره عنا منك من اول حلقه. انا ملاحظه. اميره مالك يا حبيبتي؟ مش عارف. احكي لي كده مالك. لا بص الكاميرا بتاعتك. لو احنا ممكن نمثل اميره. نمثل ايه؟ يلا نمثل. يعني مشهد. اه يعني نمثل بقى كل التمثيل. لا كانك لو بيتعلق بنت. يلا بص الكاميرا بتاعتك. لا واقفه الكاميرا. امور فيه امور صار في ايه؟ الكاميرا بتاعتي ايه؟ لا انا عايزه الناس تشوف. لا عايزه كده تشوف كده الناس تشوفنا عادي بقى مش كده تانيه خالص. كده بتيجي بالقلم على وشك. نعمل عليكي مبسوطه قوي. مفيش ناس بتعجب بالشكل ايه بالطريقه دي. طبعا يلا بينا. طبعا لا مفيش كده. لا خالص بدور كاركتر. انت عملت كده دلوقتي من غير كاركتر. لو في بنت لما بيحب طبعا معجب بيها وعايز تعمل ابروتش كده لطيف هيبقى ضعيف ويبقى بينفنف ويعيط عادي. مش رومانسي. مش رومانسي مش كوميدي. اه ممكن اقول لها انت بتهنج؟ اشوفك في الاول ولا لا؟ ما هو واحد ما يعرفش واحده فاكيد مش هيخش ولا اكيد لازم في رياكشنات وحاجات وتسبيل في الاول وكده. يعني يا جماعه مش عارف يعمل عاطفه. طب انت ايه شكل البنت اللي بتعجبك؟ مش عارف يعمل رومانسي. طب انت ايه شكل البنت اللي بتعجبك؟ بحب البنوته اللي هي دمها خفيف كده يعني الفكه كده المطرطشه كده والدنيا جميله. طب تعالى بقى نعمل مشهد مع بعض. يلا يلا عشان انت حوستك حوسه. ايه المشهد؟ ابداي. اهو بص شوفي عمل. مش يعني تجيبوا لي بدريه تبدا يا جدعان. حد يبدا وانا اخش في النص. طيب انت يا واد يا معفن. ايه يا بت مالي؟ لم نفسك يا ولا وهات الفلوس اللي استلفتها اول امبارح من ابويا. ابوك ايه؟ من بيتك. عايز اقول لك ولا تقول لي ولا اقول لك. امي فوق بتقول عايزه تجيب فراخ وتجيب وتدفع قسط الملايين. يا بت اسكتي. سكت حسك يا معفن. ما خلاص يا بت. امي ايه ده في ايه؟ ايوه تعيش في الوادي اللي مش عايز يرجع الفلوس ولا ايه؟ اهو تعالى قلت لك سكتيه رجع ولا للبنت الفلوس. والله العظيم لو خدت ارجعها ارجعهم لك من بقك ولا طلع من جيبك. ليه طيب ترجعي من بقك ليه طيب؟ ايوه اللي ياخد حاجه يرجعها. ارجع ليه؟ هي ناقصه. طيب عايزه ايه يا بت انت؟ ادفع اللي عليك. لو والله العظيم اروح للباشا في الاسم واخليه يجي ياخدك من قفاك واروح فيك النيابه. طب وادفع ليه؟ تعالي في البلكونه وانا ولا ادفع ليه؟ اي حاجه في رجل الدجاجه. انت دايس في اي حاجه. انت جاي مصنع. انت شكلك يعني شخص بتاع مصايب او شكلك شكلك كنت بتعمل يعني انت انا متاكده ان انت دلوقتي بتعمل مشاكل كتير ومتاكده ان انت في بيتك كنت بتعمل مشاكل كتير. والله يكون في عون مامتك وبابا. وانت صغير؟ لا امك بجد تقعد وانت صغير يا ولد اقعد يا ولد اتهدي. وانت صغير بقى يعني لا كتير والله. وانت صغير مصايبك كانت ايه؟ اكيد كان عندك مصايب. ايوه كان عندك. وانا في المدرسه. وانت في المدرسه وانت في الشارع. المدارس الحكوميه دي المهم فقدام المدرسه في ناس بقى اللي هي طماطم والحاجات دي فراجل بعربيه بحمار واقف واحنا جوه المدرسه. انا كنت حاجه مريحه كده فمسكت الحمار والله العظيم ودخلت المدرسه فضلت ماشي في الحوش والملعب وركبت واحد صاحبي على الحمار والله العظيم اقسم بالله اذا حصل ودخلت اوضه المدير قلت له سامع يا ريس سامع يا ريس العمده جه يا ولدي نعدي اقسم بالله قعد يوصف في امي حته حته. طب انت شغال على ايه دلوقتي؟ شغال على ايه؟ ان شاء الله بنحضر حاجه كده باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ان شاء الله يعني. طب قول لي انت شايف نفسك اكتر في الكوميدي ولا في التراجيدي؟ كل حاجه. الممثل بيتلون كالحربايه. انا بعمل اي حاجه في اي حته. طب ايه اسهل لك؟ ايه الحاجه اللي بتحس ان انا اقول لك اعملها دلوقتي مش هتاخد منك تحضير كتير؟ ما هو اللي هو يعني مثل الا تمثل كل الحاجات لازم نعملها. تعرف تعمل شخصيات عامه؟ طبعا. لا شخصيات عامه اقلد. لا اعمل مشهد فيه شخصيه. يلا ورينا. Le de Tispelli Rontis Pavlil, Tuzovellan, c'est de Papou, Tispel, Iri Pépon, Refrancite, le de Fal.
هو هاو. أنا كل ما أتذكر تحية العلم يسرح خيالي. كان صوتي لسه عيالي بس عالي، كنت أحس إني بهز المدرسة. كان العلم من فرحته يرقص على السار اللي شايله. ما رضيش أقول له هات خالك وهات خالك، يقول لا. أقول له هات عمك وهات عمك، ما فيش. أقول له هات عيبي هات البيت جنب الغيط وما ينفعش، ما رضيش. وأنا يا عم بقول لك لا، داير على كت حالة لو مسكتها كسر دماغ دي. أباه 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 أبا 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 أبا. شفت من خمسة. انت لو شفتيني شوية أنا احنا ممكن نقعد عادي، سرحنا هنضرب. بتغني؟ ده لسه في كلابني الناس في مالون ميو lots of play and meet up by along hemiye as this way cafe malaro la bigyo in the law hot the line the bronze of this بدي اني عربي. اه يا منجد علي المرتبه ويعمل حساب الشحنات. الزلعه عن دهبي طبعا. مش عارفه اقول لك ايه يعني، شويه حلوين دول بجد. ربنا يسعدك ويوفقك وتحقق كل اللي نفسك فيه. ربنا وانت يا رب. وللاسف خلصت حلقتنا مع احلى عموري. استنونا في حلقه جديده من نفسنا. تصبحوا يمكن انت بتكل عربيه وهي اللي نازله فماشيه قدام فتقلها على سنين من غير راجل. ما ينفعش لما انت تنزل بقى من العربيه وتلحق بيها تقول لك شفت كده، تقول لك كبري دماغك بقى، انت هتقف على الصغيره والكبيره وانت كل واحد يعكسك هفتح له مطوه. دي عيل تافهه. الراجل المفروض الطبيعي في العرف كده، عرفناها من واحنا صغيرين وتعلمناها وطلعنا شفناها في بيتنا مع ابونا وامنا، ان الراجل هو اللي بيصرف، معاه بيصرف معهوش بيصرف على قد اللي معاه، مش عيب خالص. ولو اتزنق ما يمنعش ان الست تقف جنبه وفي ظهره، لكن في راجل بيبقى داخل الليله اساسا من الاول بيشوف هي هتصرف كام. انت ممكن تعملها في نفسك يعني تلبس سلسله، تعمل لنا شعرك ديل حصان، يعني اي حاجه من حاجه، حلق في ودانك 20 حلق في ودانك، تعمل تاتو، كل الكلام ده ممكن تستحمله، لكن تبقى يا حبيبي بتاع امك وابن امك لا لا لا. احنا قاعدين كده في قاعده مع بعض خارجين، وواحد مثلا ادى لمراتي كلمه في جنبها، قال لها كلمه هزقها حتى لو بهزار. لا هو لو عامل لك حساب على فكره مش هيعمل كده. صح. يعني لو هو عامل لك انت شخصي، هو ما هزقهاش على فكره، ده هزقك، ده انت اللي اتهزقت. رحت اشتري حاجه بقى وانا من كشك كده، اول لما شافني ايه ده النجمه نجمه الجماهير. ايه ده يعني، لا ده انا اعمالك بستناها، ده احنا بنتعلم منك كتير. هو قاعد ينفخ بقى كده وبعدين معلش انا اسف انا يعني مش عارف اسمك ايه. ويا بين الله فرس ليج سبيرف لين ان باريا تولبا هم وارم باريا تولبا واو هي ذا واي تو بلاي اتس بين ذا فريم اوف وارم لايك مي When he win a raw line, he did care. What am he did care for low? When an eye is for flame in a wagon and fire. When he hit it, give it plain and swear. When he lay alone in the sad, when he lay the fame in the water line and it's sad, go let the man, si pi lay me a my, o to big a pen lane, no air like the sand, be be yellow, make me for light, the red light is my family water. I love woman, you were the lane, you were the pearl, when I let him, ما يستحي يا طيب, ها؟ أنا طالع عند المطارين